الشوردي. هيثم الشوردي من مواليد مدينة العريش، حاصل على دكتور دراسة عليا في الجودة والأمن والبيئة، حاصل كذلك على ماستر في الجودة والتسيير، حاصل على دكتور ممرض متخصص في التخدير والإنعاش. إذا من خلال السيرة الذاتية أو يعني تعريف الكاتب، يبدو أنه ولج عالم الأدب قادما من حقل العلوم. فهذه الرواية لأن يعني يمكن أن نقول بأن كانت تهتم بشخصيتي على مستوى النفسي وعلى مستوى يعني تقديم هذه الناحية البيولوجية لشخصيتي، عرف بشخصيتي، ربط بين جانب العلم والعلم. بالنسبة للرواية، يجد القارئ رواية خلاص الرحيم أول عمل روائي للكاتب هيثم الشوردي، وقائع صادمة لمحكيات معيش يوم مؤلم لشباب طلبة جامعيين يصارعون أعصابا نفسية واجتماعية، ويختبرون تجارب حياتية مرة من أجل إثبات الذات والوجود. إنها حكاية الألم الأسود المبرح والفظيع لتجربة الألم. تحكي الرواية بأسلوب سينمائي يعتمد على كتابة الصغار وتقطيع اللقطة المشهدية عن مصائر ثلاثة أشخاص رئيسيين، إسماعيل وحكيم وأبان، يبحثون عن خلاص الرحيم لله. يجد إسماعيل في الهجرة للهروب من وضعه الملتبس، وحكيم في الهروب إلى متاهات مظلمة، واختيار الرحيل النهائي عن عالمنا. أما الأنثى أمل فخلاصها في حضن رجل. سفر إلى الممتع في عوالم وفضاءات طنجة وليلها الآسر ورحاب الجامعة المغربية. أما العائش فتريد كمكان يعني كذلك يعني وقعت في أحداث ووقائع صغيرة لهذه الشخصية. إذا الرواية تحكي عن تجربة الطلبة الجامعية في زمن يمتد من بداية الألفية الجديدة، جمعتهم دروب الحياة وفضاءات المدينة والجامعة، وفرقتهم السبل والمصائر بحثاً عن خلاص الرحيم. إذا من خلال هذا التقرير الشامل لهذه الرواية والجوانب الشخصيات كذلك والجوانب التي يمكن تعميق النقاش والحديث فيها على مستوى يمكن الحديث عن أسلوب للحكي ونمط للحكي للكاتب هيثم الشوردي من خلال صبري أشكال الصار والوصف وأشكال كذلك الحوار. فمن خلال هذه الرواية لاحظت بأنه هناك يعني يعتمد على الحوار بشكل كبير. إذا قرأنا الرواية نجد بأنه اعتمد أسلوب الحوار بشكل كبير على مستوى الصرف وهو يعني نجد بأن هناك وصف يعني على مستوى الصرف نجد أن هناك متتالية نصية يعني تحكي يعني السفر في فضاءات مدينة طنجة. يمكن أن نقرأ من عوالم هذه الرواية يعني على مستوى الزمن أشار إليه بأن الأحداث تجري في مدينة فضاءات مدينة طنجة وفي أمثلة متعددة من طنجة إلى العرائش.
وفي وسط الجامعة أول يعني سيدي باش اعتبر أن اختار صداقة الجامعة المغربية و يعني تعاطف مع موضوع يعني ليس بالسهل لأن الجانب النفسي سواء الشخصيات هي تتطلب مجهودا كبيرا وخاصة أن هذه النوعية خاصة للشباب فهنا يمكن أن نتناول جانب من بعض الجوانب المتعلقة بالسيرة فيها هي جانب سيري ذاتي يعني الكاتب يعتبر أنه كان طالبا جامعيا في مدينة طنجة وكذلك استعرض لي في حياتي إذا العاطي سأعطي لهيثم الشوردي أن ينقلكم إلى جوانب من عوالم الرواية. حومس الشوكي بطنجة توفي والده منذ 7 سنوات بسبب مرض السرطان حيث فشل الأطباء في اكتشاف مرضه في البداية مما جعله يعاني في مصير المحتوم. كان يستيقظ دائما متأخرا عن موعد الجامعة ربما بعض الأيام باكرا كهذا اليوم. بعد سلسلة من ركوب الباصات يصل في نهايته إلى الجامعة. كان يتساءل كل يوم عن مغزى هذه المسافة ويخرج بخطوات متأخرة التي يذهب إلى مكتبة صديق السوسي إبراهيم كان رجلا طريفا نحيلا جبريا بعين غائرة. هذه كبداية من مقتطف من بداية رواية خلاص الرحيل هي رواية حاول تركز فيها على الجانب السيكولوجي أكثر من أن جانب الوصف حيث ما تقريتها ما تنشي زعما شي وصف كثير ولكنه مكتوبة بواحد الطريقة ديال السيناريو. رواية كتركز على المشهد يعني التفاعل بين الشخصيات أكثر من أنها تركز على الوصف وهذا الشيء كيجعلنا ربما أننا ارتبطوا أكثر مع الشخصيات ونحسوا بهم في هذه الرواية. الرواية كما شفنا أنها كتضمن 3 شخصيات هي إسماعيل اللي هو بطل الرواية وحكيم وأمل. كل واحد من هذه الشخصيات كيعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية وزعما كيبحث على الجداس ديالو وعلى الوجود ديالو يعني كيطرح تساؤلات الرواية فيها واحد الجانب فلسفي آخر أنه زعما مشكلة الذات والهوية والوجود هما أشياء اللي بانت في هذه الرواية. كذلك اضطرابات نفسية هي تم التطرق للعديد من اضطرابات نفسية في هذه الرواية. كما كنلاحظوا ان الروايه كتبت بطريقه السيناريو يعني يمكن لك كانك تشاهد فيلما اذا قريت هذه الروايه يعني يعطيك واحد الاحساس بالشخصيات وهذا هو المهم. يعني يتدرب على القصة القصيرة ثم يلج فضاء وعالم الرواية شيئا فشيئا. إذا هذا يحسب لسي هيثم أنه منذ بداية كتابته انطلق فورا لكتابة الرواية وهذه شجاعة يعني يجب أن ينوه بها ما يعني أن الرغبة في كتابة الرواية لدى هيثم هي رغبة حقيقية هي جبلة فيه وهذا ما تظهره هذه الرواية. سي هيثم حسب معرفتي به يعني لا يقتصر على كتابة الرواية وإنما يكتب في مجلات ومواقع إلكترونية مقالات ذات مشارب مختلفة. واحد كائن يكون في الحضرة من الإنسان ممكن إنسانه ويسأل على المزوج لأنه هو ربما أعتقد أن وجودة المعرفة إنسان حافظة بين الوثائق ديالو بين النقود ديالو حسب ما وجدت في المقال ولم يهتم لم يبالي أحيانا بعض الأساسيات وكذا
لأنه حتى كان متصور فعلا لأنه حط في أمام أو في حضرة مقام رفيع هو الكتاب والإبداع إلى غير ذلك. أنا وهذه الحالة هي حالة من الروائي بصراحة، هو حدثك إلى الروائي. أنا فينك أنه هذا العمل الجنوني اللي يقول الآن بمعنى التأكيد أنه عنده أكثر من إمكانية في المستقبل ليصل إلى الرواية التي يشتريها نصا وأفقا. أنا عندما بصراحة يعني ريت عزيز كبير السكت دفع على أنه يمكن أنا تتبرد تشبية وكذا كذا، ولكن هذه الحالة ما تتوقع في الناس العاديين والحياديين، تتوقع أي الناس يعني فعلا هذه الإشراقات في الكتاب. إذا انطلاقا هذه القسمة غير قرارية يمكن الأفق الإبداعي من الناحية التجنيسية، سأنطلق من الناحية التجنيسية وسأنطلق من مقولة يرددها النقاد، يقولون أن الرواية يجنس التفاصيل، بمعنى أن الرواية تعتبر تاريخا، فكما قلت للأستاذ هيثم قبل قليل، أنا حينما أريد أن أطلع على تاريخ المغرب النضالي أو الحركات الاستقلالية للمغرب، فحينما أقرأ المعلم علي مثلا أجد فيها تأريخا لهذه النضالات ضد الاستعمار وطريقة العيش المغربي كذا إلى آخره. فهنا نحن أمام ثلاث شخصيات، هذه الشخصيات تعتبر شخصيات جاهزة بمعنى أنها مكتملة الأوصاف، وبالتالي فقال الأستاذ هيثم أن المسألة أنه اختار أن يكتبها على شكل سيناريو، هذا الاختيار أملى عليه أن يبتر بعض المقاطع الوصفية، يعني أنه كان يخيل إلي أنه كان يلجم قلمه لكي لا يسهب في التفاصيل. وبالتالي إذا رجعنا إلى الزمن الحكي أو الزمن المروي في الرواية نجده 38 يوم بتمامه الكامل. 38 يوم تجاوز فيها السي هيثم 20 يوم، قال وبعد مرور 20 يوما أصبح كذا. فهذه 20 يوما لو كان استغلها في إضافة أو في بناء شخصية سيكولوجيا حتى أو معرفيا أو حتى جسديا، فكان سيكون العمل أكثر تكاملا. هو مكتمل بطبيعة الحال، وما يعجبني ما أعجبني وما استفزني في الرواية هو لغتها الجميلة، لكن كما قلت لك سابقا كنت تلجم قلمك ولم تسمح له بالمضي بالتفاصيل، لأنك اخترت أولا أن تكتب رواية حوارية. على صعيد الشخصيات هناك شخصيات مساعدة لم تكن شخصيات رئيسية، أو حتى إن اختار الكاتب أن يجعل شخصية رئيسية فشخصية إسماعيل هي شخصية رئيسية، بينما شخصيات الفتاة أو شخصيات الأخ ديالها بما أن أخت لصديق إسماعيل، فهؤلاء أو هذان الشخصيتان كانتا شخصيتان مساعدتان، بحيث أننا لم نعرف حول تشكيل شخصيتهما في الصادق أي شيء، بل وجدناهما جاهزتين ومنغمستين في موقع الرواية. هنا الشخصيات محدودة، الموقف محدود، الزمن محدود، إذن فتجنيسيا نحن لسنا أمام رواية، بل هي مشروع رواية أو ربما هي نهاية لرواية سقطت منك ربما اختيارا وربما كرؤيتك للأشياء أو رؤيتك للتجربة الأولى. أنا أعرف أن الإنسان يفكر في مدى تقبل المتلقي لهذا الرواية لقلمك، وشكرا. Thank you.
شوية باش يمكن تقول لنا على المشاركة ديالك في المعارض الجوية. بالنسبة للمشاركة كانت مشاركة موفقة في المعرض، تلاقينا مع كتاب وسعنا المدارك ديالنا، تلاقينا مع ناس كان داكشي زعما مفيد يعني كيزيد يوضحنا وكيزيدنا في العلم ديالنا وفي الثقافة، وكنتمنوا زعما يكونوا معارض بحال هادو لأنهم معارض مهمة في مشروع الثقافة، وكنتمنى من جهة المختص عندنا تدعم الكتاب في المغرب. نعم، كيفاش تلقى المقال يعني المتمن بالحق الثقافي للرواية ديالك؟ كان واحد الصدى ايجابي للرواية، كان زعما كاين كانوا ملاحظات وزعما كلشي كيصب في الميدان التطوير المستمر، الكاتب خصو يستمع الملاحظات ويدير بعض المراجعات، لان اي حاجة كتأدي في الاخر ان العمل المقبل يكون افضل.